is to maximize your combat training, okay? And again, I stress that this is training. So don't go out there thinking this is combat and you can violate the rules to get the job done. Okay, شباب, يوم يومنا. رد لك هذا, انتم بتوصلون هناك للبلاد, ما حد مثل ما قلت لكم قبل خذ هذه الفرصة. لكن خلال هالاسبوعين لازم نعمل شيء. ينفذ العلم الأحمر عمليات تمثيلية مشابهة للقتال الحقيقي من خلال مهاجمة قوات التحالف للعدو الوهمي والتمويه على طائرات F-16 تقودها مجموعة من طياري القوات الجوية الإماراتية المتمرسين. وبينما تحاول قوات التحالف إتمام المهمة, يحاول طيارو المقاتلات التدريب على أساليب العدو وإصابة طائراتهم وإسقاطها. رائد مايك ويلبرن من فريق سرب المقاتلات. What they will see is a basic air-to-air threat that they're going to have to overcome. As they meet those challenges, we're going to throw the next challenge on. And we're going to continue to break them down. If they start to stumble, we'll step back, let them catch their step, and then we're going to hit them again. They're going to be facing a very, very complex threat, and they can expect to take, hopefully, if they're doing well, not as many losses as us. And if they do poorly, they will lose. تتمتع قاعدة نيلس بأجهزة حاسوب متطورة للغاية تتعقب إطلاق النار من الأسلحة في وقتها وتواصل تسجيل الإصابات في المعركة الوهمية. كلف الطيارون الإماراتيون مهمتهم الأولى وهي تدمير مستودع ذخائر محصن على أطراف قاعدة نيلس. بعد لحظات من انطلاق الطائرات الإماراتية في الجو, انطلقت طائرتان مقاتلتان لتطويقها. كوبرا 11 في الطلعة الجوية كانوا يمثلون الأداء, كانوا في كل مكان وكانوا يفاجئون. بعد أن تشوش الطائرتان على أنظمة الرادار, تنفصل طائرتان إماراتيتان عن التشكيل وتبدأان الاشتباك مع الطائرات المعادية. كوبرا 1 وبعد مطاردة تدوم عدة ثوان, تهزم الطائرات المعادية وتسقط باستخدام أجهزة محاكاة إطلاق الصواريخ. نجح طيارو الإمارات في مواجهة أولى هجمات الطائرة المقاتلة ويواصلون أداء مهمتهم وهي تدمير مستودع ذخائر العدو. أكمل الطيارون الإماراتيون مهمتهم الأولى, لكن لا وقت للاحتفال. فتدريبات العلم الأحمر سباق ماراثون يستمر أسبوعين وقد بدأت للتو. خلال العشرة أيام المقبلة ستكون مهاراتهم محل اختبار. سيشكلون فريقا مع قوات التحالف الأخرى في مشاهد قتالية سيتواصل بعضها بعد حلول الليل. الطرف المعادي خلق لنا مصاعب جمة, في بعض الطلعات يطلع لنا قدامنا وفي لحظة من اللحظات يختفي. هذه طبيعة الحال في الحرب, وهذا هو اللي نحن نهدف إليه. طيارنا يكون واعي للي حاصل حوله. بعد أسبوعين من القتال الوهمي تقترب تدريبات العلم الأحمر من نهايتها. وخلال التمارين التي تلقوها أنجز الطيارون الإماراتيون 94 مهمة جوية فردية. هذه المشاركة حققت نجاحا ساحقا. تلقوا ثناء من قائد العلم الأحمر اللواء واصل هاندي. First time at Red Flag outnumbered with a very high-tech adversary, did a wonderful job, presented themselves very professionally in the debrief, and I continue to see that out of them every time I work with them. بعد نجاح التدريبات حانت ساعة العودة إلى أرض الوطن, إلى قاعدة الظفرة الجوية حيث تعود الحياة إلى طبيعتها.
وبعد تجربتهم الأولى في العلم الأحمر يعود الفريق الإماراتي إلى واجبه للدفاع عن سماء الوطن، واضعين ثقتهم بالمعرفة التي حصدوها من خلال مواجهتهم نخبة من أفضل الطيارين المقاتلين في العالم. I would definitely make sure that people in UAE, whether they were a local citizen or non-citizen, as there's people up there protecting you, you can sleep safe, drive, have fun, you're safe in the sky.